وصلتني رسالته حكي لي فيها عن أسعد أيام حياته وأجمل حياته التي تحطمت في آخر رسالته أمام جدران اليأس. بدأ كلماته يقول: رأيت جمال الدنيا وأنا طفل صغير، تربيت وكبرت على قصص كان يحكيها لي أبي، السعادة كانت دائما النتيجة الحتمية، كنت شابا متفائلا أحلم بما كان يحلم به كل أبناء سني. أملي بعد انتهاء دراستي أن أصنع طاقتي في وظيفة أبني بها نفسي وأدخر منها مساعدة أبي وأمي وأقترب بها من الزواج. وقاومت كثيرا لتحقيق أحلامي وأنا الآن أنهار، فلقد فشلت في إيجاد عمل يناسب شهادتي وأنا الآن بسبب حاجتي أعمل في عمل شاق لا أجد فيه نفسي. أخي، لن أخدعك بقول أن الحياة سهلة، ولن أقسو عليك اتهام أنك ضعيف، ولكن أنا وأنت وأغلب الناس واجهنا وسنظل نواجه صعاب الواقع، فنحن في الحياة. أخي، لا تحزن إن أصابك اليأس أو انكسرت أسهم أحلامك، اعلم أنك تستخرج قواك الخفية وإنسانا ذا قيمة قادرا على الحياة، فإن مع العسر يسرا.